السلام عليكم ارحب فيكم اليوم مع حلقه جديده من برنامج بيوت الانبياء ومثل ما احنا متفقين كما اخبر الله عز وجل لقد كان في قصاصهم عبره ومن العبر ما نتناول في هذا البرنامج العبر الاجتماعيه والتربويه لعل حلقتنا اليوم لها طعم خاص ولها وضع خاص وتتناول قضيه خاصه وحساسه جدا ما زلنا نتواصل معكم مع قصه يوسف عليه السلام وعلاقته مع اخوانه وعلاقته مع والده يعقوب عليه السلام وعلاقه والده طبعا مع هذه الاسره الكريمه عنوان حلقتنا اليوم ريحه الولد ويمكن بعضكم يستغرب مثل ما قلنا ريحه الولد وينها في قصه يوسف فكروا معي من وين احنا يبنى ريحه الولد فكرتوا من قصه القميص. في نهاية قصة يوسف عليه السلام لما يوسف عليه السلام عطى لاخوانه اليولى في مصر قميصه وقال لهم هذا القميص اذهبوا به الى ابي فالقوه عليه فخلونا نعيش مع هذه الآيات الكريمات حتى نعرف ماذا حصل في قصة القميص. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. طبعا كلنا الان سمعنا هذه الايات الكريمات لكن قبل لا نعلق خلوني ابين لكم اكيد انتم شايفين على الطاوله مفاجاه محضرينها لكم وهذه المفاجاه طبعا كذلك ما زلنا نتكلم عن العطر والروائح فيبنى لكم طبعا عطر موجود وهذا العطر لنا مع قصة ولنا مع وقفة راح نتكلم فيها في نهاية حلقة اليوم خليكم معنا حتى تسمعون قصة هذا العطر وقصة هذا الملطف تعرفون احنا احيانا في عطر للجسد واحيانا يصير ملطف تبون خليكم تشمون ريحته شوية ها اه بشرو شميتوا ريحته ريحته حلوة بس على فكرة الريحة اللي دخلت والصايم صايم يعني احتمال يفطر في الموضوع. عموما تابعوا معنا حتى نقول لكم قصه هذا الملطف وقصه العطر في نهايه حلقه ريحه الولد. نرجع مره ثانيه الى الايات الكريمات ونلاحظ ان يوسف عليه السلام قال لاخوانه اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي به ياتي بصيرة واتوني باهلكم اجمعين. نلاحظ القميص كانت له قصه. في سوره يوسف عليه السلام. والقميص مر معنا في سوره يوسف عليه السلام في ثلاث مواقف. اول موقف في قصه الذئب. كان له قميص ويا اخوانه وخذوا هذا القميص وسلموه لوالدهم. الموقف الثاني للقميص في سوره يوسف مع امرأه العزيز. وقد من دبر. وكان هذا القميص هو اللي اخرج يوسف عليه السلام من هذا المازق، وهو اللي برا من ساحه الاتهام. واما القميص في الموقف الثالث اللي احنا قاعدين نتكلم عنه اليوم، وهو اللي رد بصر يعقوب عليه السلام. فالقميص اذا في له مراحل وله ثلاث مواقف وكان القميص يعني لعب دور البطوله في صوره يوسف عليه السلام. فنلاحظ الايه تقول: اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. انا اسال هنا سؤال. ايش معنى يوسف عليه السلام عطى لاخوانه القميص حتى يروحون لابوهم وتفتح عينه. طيب بامكانه انه هو يكون لابس هذا القميص ويذهب الى والده فلما يشم ريحته ويلمه تفتح عينه. لكن نلاحظ هني رحمه الله عز وجل. يريد من يعقوب أن يتمتع بالنظر إلى يوسف فعطاهم القميص أول وفتحت عينه وبعدها لما ياهم يوسف عليه السلام تمتع يعقوب عليه السلام في مجيء يوسف وهو ينظر إليه اللاحظ كذلك في الآية ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف شوفوا طبعا هذه من دلائل النبوة ولذلك المفسرين لما وقفوا عند هالايه، قالوا ان يعقوب عليه السلام وجد ريح يوسف لما كان القميص في مصر. يعني هناك اميال كثيره ما بين الاب وما بين القميص. وهذا حقيقه يعني يبين لنا احيانا موقف الابوه والامومه. احيانا الام وهي قاعده في البيت، تقول انا اسمع ولدي يبكي. وبينها وبين ولدها يعني بضعه الامتار او عشرات الامتار لكن مثل الجرس يجيها في اذنها احيانا الاب يكون ماشي وقلبه يقرصه يقول والله ولدي اظن صار له شيء اذا هذه اشياء نفسيه تاتي للانسان ولذلك هذا الموقف احنا نسميه التواصل النفسي بين يوسف عليه السلام وبين والده يعقوب عليه السلام يقول لولا ان تفندون بمعنى أن أنا ودي أقول لكم يا عيالي ترى أنا قاعد أشم ريحة يوسف بس أنا أعتقد لو أقول لكم أنكم أنتم راح تتهموني بأني أنا خرفت هذا معنى تفندون أي الخرف ولذلك هم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم شوفوا ردة فعل إخوان يوسف لأبوهم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ويبقى هنا سؤال من الذي اخذ القميص من يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام لما نزع القميص وهو في مصر وكانوا اخوانه موجودين قال لهم اذهبوا بقميصي هذا الى ابي. من الذي اخذ هذا القميص؟ يقول المفسرون ان اللي اخذ القميص هو اكبر اخوانه وهو نفس الشقيق اللي اخذ قميصه ايام قصه اكله الذئب. وهو اللي دخل على أبوه وجاءوا أباهم عشاء يبكون فأعطاه القميص ملطخ بالدم الكاذب فأحب شقيقة أن يأخذ قميصة ويذهب به إلى أبيه حتى يكفر عن التقصير والخطأ اللي ارتكبه أيام الشباب وأيام ما هو كان يتعامل مع والده إذن هي قصة حقيقة يعني فيها من العبار الكثير لكن احنا يهمنا البعد التربوي والبعد الاجتماعي ونريد ان نركز في حلقه اليوم على موضوع الريحه ولهذا نلاحظ أن الريحه شيء من خصائص الانسان كل انسان فينا له ريحه ولهذا نلاحظ ان في الطب الشرعي يستخدمون اعزكم الله بعض الكلاب في الشم على رائحه المتهم فتاتي الكلاب وتشتم ثم بعد ذلك تنبح عند المتهم وتأتي الشرطة وتمسك وتحقق معه إذا معناته الله عز وجل عطى الكلاب قدرة في أنها تربط بين الريحة الموجودة في مسرح الجريمة وريحة المتهم سواء كانت ريحة ملابسة أو ريحة جسدة والريحة تخرج من بدايات العرق الإنسان في أكثر من ثلاثة إلى أربعة مليون مسامة تخرج الحبات العرق كل إنسان فينا يخرج منه العرق والعرق هو بدايه الريحه طبعا اذا زاد العرق صارت الريحه في الحاله دخلت في الريحه المذمومه او الريحه النتنه ولذلك يستحب انه هو يتنظف ويتسبح ويغتسل ولذلك خلونا الان ننتقل نقله صحيه مع ضيف عزيز علينا وهو الدكتور زيدان المزيدي استشاري الاطفال والغدد الصماء بمستشفى الصباح بدوله الكويت فالرحب فيه في برنامج ريحة الولد عنوان حلقتنا اليوم وبرنامج بيوت الأنبياء ونستفيد من علمه التخصصي في الرائحة عند الأطفال معنا دكتور زيدان نعم وياك حياك الله دكتور كيف الله حالك؟ بخير ويحييك والله وإن شاء الله مرتاح الحمد لله الله يسلمك احنا حقيقة كده كده. يعني نتحدث عن ريحة الولد نعم وكونك دكتور يعني مختص واستشاري في الأطفال والغدد الصماء يا حبذا لو حدثنا عن نلاحظ ان الريحه غالبا تكون عند الانسان بعد فتره البلوغ واحيانا تكون عند الاطفال فما السر في ذلك تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم اولا جزاكم الله خير على هذه الدعوه على الهواء فبارك الله فيكم ونتمنى لبرنامجكم النجاح دائما يعني والفائده للجميع ان شاء الله نعم بالنسبه للرائحه طبعا الرائحه عباره عن مواد كيميائيه عندما تروح للانف لمركز لخلايا الشم فتعطي اوامر المخ ان في شيء ما موجود فهي نعم. عباره عن مواد كيميائيه وتنبه الخلايا الشميه نعم والروائح تنتج من مواد مختلفه فنذكر امثله بسيطه مثلا ان فلت. الواحد يقول والله مثلا الطفل له رائحه فم مثلا يعني ها او بعض المرات يقولون والله هذا له رائحه العرق مثلا نعم. وحسب ما ذكرت قبل شوي ان لكل انسان له ريحه ريحته الخاصه نعم معناته ان هالرائحه هذه تميز لي يعني اشخاص من اشخاص او ان تقول بعض الاشخاص اللي هم ريحه فما هو السبب في ذلك نعم فانت ذكرت الحين في بعض الناس في بدايه البلوغ او في مرحله البلوغ لهم ريحه والاطفال المفروض ما لهم ريحه نعم لماذا ليش بعض الاطفال عندهم ريحه نعم فهني نتكلم عن البلوغ مرحله البلوغ الكل يعرفها يصير تغيرات كثيره في الجسم نعم و نتيجة لذلك طبعا في هرمونات تكون طالعه ما كانت موجوده لمرحلة قبل البلوغ. نعم. ومن الهرمونات هذه هي الهرمونات الذكريه. نعم. ليش الطفل ما عنده ريحه م. والكبير له ريحه؟ نعم. اكو خلايا في الجسم منتشره هي الخلايا العرقيه، اكو انواع. في النوع العادي اللي هو كلنا نعرق حتى الطفل يعرق ولكن ما في ريحه. في خلايا ثانيه اسمها الابوكرين جلانس اللي هي هذه اللي تكون سبب الريحه. نعم. هذه الخلايا تفرز مواد المفروض ليس لها ريحه وهالخلايا هذه موجوده في الاطفال البلوغ قبل البلوغ افرازها يكاد يكون جدا قليل نعم. ولكن نجحنا البلوغ في تغييرات كثيره ومنها الهرمونات اللي تفرزها الغده النخاميه في المخ وتنبه هذه ال... يعني تنبه غدد موجوده في الجسم منها الغده الكظريه نعم لاخراج هرمونات ذكريه فتنبه الغدد هذه فالغدد تفرز مواد إيه هي تسبب الريحه بمعنى اخر الاطفال لان ما دخلوا في البلوغ ما عندهم الهرمونات الذكريه هذه نعم. ولكن الطفل على او البنيه او الولد على عمر 10 11 سنه الهرمونات تشتغل عندهم زين فتبتدي عندهم الريحه عند منتصف فتره البلوغ على عمر 11 12, 12 سنه مم. فالسؤال ليش بعض الاطفال طلع عندهم ريحه إذن وليش يعني الكبار عندهم ريحه احنا عرفنا نعم. هرمونات الذكريه هي السبب نعم. تفر... تف... تنبه غدد معينة عرقية فتكون هذه الريحة الأطفال في بعض الأطفال على عمر 6 سبع سنوات زين يصير شيء عندهم نشاط في الغدة الكظرية نعم. القدة الكظرية هي قدة فوق الكلية نعم. زين فالغدة الكظرية أحد إفرازاتها هرمونات ذكرية تروح هذه الهرمونات تنده هذه الغدد العرقية الخاصة اسمها أبوكرين زين فتفرز إفرازاتها فينتج عنها الريحه نعم. وخصوصا اذا كان في انواع معينه من البكتيريا الموجوده هذه البكتيريا هي تقوم بتحليل ماده الافراز لهذه الغدد فتنتج الريحه. طيب دكتور. بمعنى اخر بمعنى اخر اذا لقينا طفل عنده رائحه عرقيه وعمر ست سبع سنوات يعني لازم يعني ما يضيق خلقنا وما نقول هل هذا له عرق ريحه عرق الكبار هل هذه اعراض بلوغ او لا؟ يعني الدكتور المعالج يفحص فحص عادي نعم ويشوف هل فعلا عنده بلوغ حقيقي او لا طيب زين فاذا ما لقى عنده اي اعراض بلوك بس مجرد شعر خفيف اذا هذا شيء عادي جدا نتيجه الافراز غده فوق الكظريه هذا شيء طبيعي يصاحب بعض الاطفال على سن سبع سنوات طيب دكتور هل هناك فرق بين رائحه البنات ورائحه الاولاد نعم ولا رائحه الانسان كلها واحده ما في فرق بين البنات نعم والاولاد تفضل نعم. دكتور طبعا احنا ندري مثلا الجنس اللطيف او البنات لهم رائحه تختلف قليلا عن الجنس الخشن او الذكور. شو السبب؟ آه السبب يعني طبعا احنا في التركيبات احنا شنو يفرق الرجل من الانثى؟ مثلا البنات عندهم اعضاء الغدد التناسليه المبيضين مثلا. نعم الذكر عنده الغدد التناسليه الخصيتين. نعم آه افراز الغدد التناسليه الذكريه الهرمونات الذكريه. نعم. وافراز الغدد التناسليه الانثويه هي الهرمونات الاستروجين. نعم الافراز الذكري اللي هي الـ الـ الهرمونات الذكريه تقوم بتنشيط بعض الغدد العرقيه فينتج عن ذلك مثل الروائح اللي ذكرناها فيما سبق نعم. والهرمونات الذكريه اكثر بكثير اضعاف مضاعفه بالمقارنه بالهرمونات يعني الهرمون الذكري بالانثى قليل جدا بالمقارنه بالهرمون الذكري للرجل نعم فلذلك تلقى الهرمونات الذكريه جدا تختلف وقوية جدا بالمقارنة الأنثية ومو غير غير هذا مثل عندنا مم. بصمات احنا مختلفة نعم. نفس الشيء رائحنا تختلف نعم ونفس الشيء تلقى مثل البالغين والكبار تلقى بعض المرات تلقى يصير نوع من الميل مثل بين رجل وأنثى على ريحة مثلا يفضل نعم. الريحة هذه نفس الشيء تلقى الأنثى تميل مثل مثال للريحة هذه طيب نعم أه دكتور أه أنا أذكر يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تكلم عن آيات الله عز وجل في رأس الإنسان وقال أن الله عز وجل فجر في رأس الإنسان ثلاثة أنهار لا. نهر حلو ونهر مر ونهر مالح لا. فأما النهر الحلو هو اللعاب اللي يخرج من الإنسان ما يحلو لا. وأما النهر المالح الدموع اللي تنزل في عين الإنسان وأما النهر المر وهو طبعا الماء الذي يخرج من الأذن ولو صار هناك اختلاف لما تنعم الإنسان يعني لو قدر الله بدال اللعاب الماء الحلو يطلع ماء مالح كان صار الأكل كله مالح يعني لو اختلف الدموع بدل اللعاب فهذه طبعا من آيات الله عز وجل في رأس الإنسان السؤال كم نوع من الروائح تخرج من جسد الإنسان تفضل دكتور احنا لو نشوف جسم الانسان وناخذ جزء جزء ونشوف شنو الروائح تنتج منه بدايه الفم نعم مثال بسيط اذا مثل واحد اكل بصل وثوم تطلع منه رائحه البصل والثوم صح فاحنا نذكر الحالات العاديه اللي لا بصل ولا ثوم نعم بعض المرات تلقى مثلا تتكلم تكلم لك اي واحد تشم من ريحه من فمه زين فما هي الاسباب بدايه بالفم قد تكون هي المساله لها علاقه بالاسنان احنا ندري ان الاسنان عرضه للتسوس وارضى ان يكون في بقايا بين الاسنان ويكون في بكتيريا هذه تحلل المواد الموجوده بين الاسنان فتعطي الرائحه نعم فلذلك مثلا استعمال مسواك او تفريش الاسنان بعد الوجبات هذه ظاهره جدا صحيه نعم واحد اثنين مثلا اللوز للاطفال خصوصا عرضة الالتهاب المتكرر فهذه الالتهاب المتكرر يؤدي الى وجود فجوات داخل اللوز تكون مصدر مثل ما تقول التهاب مكروبي يعطي نوع من الارواح الروائح الغير مقبوله اذا معناته النوع الاول الفم الفم ولا زلنا بالفم يعني ها؟ تفضل اي لان فيه الاسنان فيه اللوز فيه نفس الشيء اللسان امم بعض المرات تلقى اللسان مغطى بطبقه بيضاء، احنا طبعا نتكلم عن الاطفال نعم فهالطبقه البيضاء عاده تكون فيه نوع من الالتهاب البكتيري نعم وتدري اللسان طبعا في دائما هو الاكل كله على اللسان وفي الفم نفسه وموجود ميكروبات داخل اللسان تؤدي نفس الشيء لتحلل مواد غذائية تعطيه هذه الرائحة. نعم. فهنا قلنا مصدر مصادر الفم. نعم. ننزل شوية أكثر نشوف الرئة مصدر تنفس. نعم. هني ندري مثلًا عندنا حالات السكر مثلًا. م. واحد في مرض السكر والعلاج ما هو منتظم. مع الوقت تلقى السكر تتعنده عنده وما عنده الإنسولين يؤدي مع الوقت إلى ظهور رائحة الأسيتون. م. يعني معروف اللي في مرض السكر وما هو منتظم بالعلاج أو حالات السكر اللي ما أهل المريض ما يدرون عنه نعم. فيوصل الى مرحله جدا شديده فتشم من حاجه رائحه الاسيتون والاسيتون معروف اللي ينظفون فيه الاظافير عقب تصبيغ الظفر ممتاز هذه كرائحه هذه نعم نفس الشيء اللي عندهم مثل امراض الكلى والكبد هم تطلع من حجم رائحه معينه مم. وهم بعد نفس الشيء عن طريق التنفس في عندك بعض الامراض اللي فيها اعتلالات واضطرابات في التمثيل الغذائي نعم اللي منها الاحماض الامينيه طبعا امراض نادره ولكن مم. كل ماده بروتينيه اذا اكلناها تتحلل الى احماض امينيه. اذا اذا دكتور هذا كله من الفم؟ كله من الفم هذا لازلنا بالفم ترى ها؟ طيب بس على اساس الوقت عندي ضيق اي ريت باقي الامور لو باختصار شديد تفضل دكتور غير الفم؟ طيب. اذا الفم له مصادر كثيره طيب زين وناخذ بعد الفم مثلا العرق ذكرنا قبل شوي تمام ان المفروض العرق مفروض شيء عادي ولكن في حالات معينه اذا زاد الافراز الذكري زين واذا كان في موجود بكتيريا تقوم بتحليل نعم. المواد الموجوده بالعرق نتيجه لتنبيه هرمون ذكري تعطي الريحه هذه نعم. ناخذ رقم ثلاث البول مثلا زين نعم. المفروض البول بول ريحه عاديه ولكن نعم. بعض الامراض اللي لها علاقه بسوء تمثيل غذائي نعم. زين تعطي رائحه معينه يا تكون رائحه حطرية مثلا او رائحه مثل لحم متعفن او 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 حسب المرض اللي يعاني منه الشخص نعم هاي نعم. طيب بس امثله مختلفه لانواع الروائح الموجوده في جسم الانسان فالاصل أن الرايحة تكون مقبوله بالضبط. اذا كانت رائحة غير مقبوله غير طبيعيه قد تدل على دلاله مرضيه ممتاز نعم. اذا معناته جسم الانسان في عده روائح نعم. طيب دكتور يعني عندي سؤال اخير بالضبط. مخالف سامحنا شوي طولنا عليك لكن أعتقد وجود مثل هذه الروائح في جسم الإنسان يعتبر مصدر رزق لكثير من الشركات نعم اللي قاعدة تصنع كثير من الأمور اللي يعني تزيل رائحة في جسم الإنسان نعم. فما رأيك في هذه المنتجات بشكل عام؟ نعم هل هي منتجات تجارية من أجل التجارة فقط؟ أم بالفعل هي بالفعل تزيل من رائحة جسم الإنسان؟ تفضل دكتور نعم. هو طبعاً الأصل النظافة التغذية على كل أنواع الروائح إذا اعتبرنا الإنسان صحيح سليم ما في مرض نعم ذكرنا قبل شوي الحالات المرضية والحالات العادية نعم في إزالة الرائحة إذا كانت حالة مرضية يجب أن يعالج السبب فلا ينفع لا منتج شركة ولا أي شيء ثاني نعم يعني مثلا عندك سكري يجب أن يأخذ هرمون الإنسولين أو العلاج اللازم بالضبط ما يفيد لأي منتج آخر مم. فأما إذا تكلمنا عن الحالات العادية اللي هي الروائح العادية اللي واحد يشمها من الفم أو العرق أو 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 شغلات هذه نعم. مجرد مثل العناية الصحية بالفم مثلا أو إذا كان العرق النظافة العادية تنظيف بالماء والصابون أو حسب ما ذكرت اللي هي مزيلات الروائح فأتوقع أنه لابد أن يكون واحد ريحته طيبة ولطيفة لأنها مزيلات العرق ما هي إلا مثل ما تقول مواد صحية تستخدم ولإزالة الروائح فهي صح أكيد كل شيء وفي ناس يستغلون النقطة هذه منها الشركات المختلفه الموجوده نعم وانتاجاتها أت يعني اتوقع ان شيء يعني مقبول هذا طيب نعم آه دكتور حقيقه احنا شاكرين لك على المعلومات القيمه الصحيه والطبيه والمتخصصه في الاطفال اللي سمعناها منك ونحن نتحدث عن رائحه الولد، اذا في اي كلمه اخيره تحت عنوان رائحه الولد نعم جزاك الله خير حياك الله دكتور زيدان شكرا جزاك نعم. الله خير مع السلامه جزاك سيد... الله اكمل ولا خلاص؟ شكرا دكتور العفو يا اهلا فيك حياك الله شكرا مع حقيقة يعني معلومات بالفعل تخصصية وطبية وقيمة جدا تكلم فيها الدكتور زيدان ونعود مرة أخرى إلى قصة يوسف وموقف يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نلاحظ أن الله عز وجل وصف عين يعقوب عليه السلام فقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم كظيم لأنه كان كاتم مشاعره ما يبي يبين هذه المشاعر أمام ابنائه وإنما كان يبث شكواه إلى الله عز وجل في خلواته العين فيها لونين أبيض والبؤبؤ الأسود ولذلك العين لما يكثر فيها الدموع يكون كلها لونها أبيض فوصفها القرآن هذا الوصف الدقيق والمعجز وبيضت عيناه من الحزن يمكن البعض الآن يتساءل يقول الآن يعقوب عليه السلام نبي شلون يحزن صح هو نبي لكنه بشر مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابن إبراهيم كذلك حزن ودمعت عينه ماذا قال؟ قال عليه السلام لما مات إبراهيم إن العين لتدمع والقلب لا يحزن وإن على فراقك يا ابراهيم لمحزونون فهذه طبعا طبيعه بشريه في الانسان سواء كان نبي او رسول او كان صديق او كان انسان عادي سواء كان مؤمن او كان كافر كل انسان في عواطف كل انسان في مشاعر كل انسان اذا الله رزقه بولد عنده مشاعر الابوه وكل ام عندها مشاعر الامومه هذه كلها امور ما نستطيع أن نفصلها عن البشرية وبالتالي فبيضت عيناه من الحزن لكن هنا طبعا لفتة لطيفة جدا أن يعقوب عليه السلام لما يال خبر أنه وزير مصر مسك أخوه كذلك بنيامين قال يا أسف على يوسف طيب الآن شو اللي طلع موضوع يوسف يوسف عليه السلام زمان ما هو موجود فلما أخذ بنيامين بدأ الجرح ينفتح مره اخرى فقال يعقوب يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فاقول اذا الروائح عندنا نوعين في روائح طيبه وفي روائح منتنه ولذلك الشريعه الاسلاميه اجازت للمراه انها تطلب الطلاق اذا كان زوجها ابخر شنو يعني ابخر ابخر يعني يطلع من فمه رائحه غير زكيه غير طيبه او تنفس فيه رائحه غير طيبه اجازت الشريعه للمراه انها تطلب الطلاق لهذا السبب يعني شوفوا الدقه النفسيه في الفقه الاسلامي ان لا يريد الزوجين انهما يكرهون بعضهم لسبب الريحه اذا ما كانت الريحه هذه ريحه طيبه ولذلك يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله جميل يحب الجمال وكذلك امرنا في النظافه والتنظيف، ولا ليش الواحد يتيدد ويتوضا في اليوم خمس مرات؟ ويغتسل كل جمعة، وكل ما كثر العرق كذلك يغتسل. هذه كلها من دواعي الرائحة الطيبة، وهناك ثلاث أشياء ما كان يردها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واحدة منها الطيب، ما كان يرد الطيب أبدا. فهذه كلها تدعم موضوع الرائحة الطيبة، والرائحة الزكية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة مر على جذي أسك يعني مثل ما نقول إحنا لما يمر الإنسان أحيانا على تكرمون مزبلة وفي هذه المزبلة موجود حيوان وصار له فترة والدود ينخر فيه وفي ريحة يعني ما هي طيبة فالصحابة رضوان الله عليهم لما دخلوا في هذا الطريق وضعوا أيديهم على أنوفهم لأن ما يبون يشمون ريحة هذا الجذي الأسك فالنبي صلى الله عليه وسلم راح مسك هذا الجذي ورفعه وقال هذه دنياكم التي عليها تنافسون بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يربط المواقف التربويه ما بين الريحه الغير زكيه بوضع الدنيا لان احنا لما نقارن الدنيا الى الجنه تطلع الدنيا ما هي زكيه وين الانسان يقارن اقل واحد اقل واحد نعيم في الجنة له عشرة أضعاف ما يملك أغنى ملك في الأرض هذا أقل واحد نعيم كيف أفضل واحد وبالتالي ما تقارن الدنيا في الجنة وفي الآخرة فإذا الرائحة قضية مهمة جدا ولذلك ريحة الولد قضية أساسية عندنا في البيت ولهذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتضن الحسن والحسين وكان يشمهم والابو لما يشم عياله يفرح. والام لما تشم عيالها تسعد. ولذلك نلاحظ ان قميص يوسف لما جاء البشير بهذا القميص قال يعقوب عليه السلام اني لا أجد ريح يوسف. طيب الان كما يقول المفسرون بين يوسف عليه السلام بين غيابه ورميه في الجب وبين عودته الى ابوه تقريبا 40 سنه. وما زالت ريحه الولد في الانف. فاول ما شمها ارتبطت ولذلك يعني مره واحد يسولف لي يقول لي تصدق محمد انا في ليله الدخل على زوجتي كانت زوجتي حاطه ريحه يقول الحين صار لي متزوج عشرين سنه الى الان اشم الريحه اللي انا يعني لما دخلت عليها شميت ريحه الكلونيا اللي كانت هي حاطتها فاحيانا الروائح ترتبط ارتباط شرطي بالزمان والمكان ولذلك النسمات اللي تكون الفجر او بعض الروائح لما الانسان يدخل في نادي رياضي ولا على البحر يمشي ولا غيرها من هالمواقع تؤثر في نفسيته وحقيقه يجد الراحه ويحب انه هو دائما يسترجع هذه الروائح ولعل احيانا يذهب الى مكان معين من اجل الريحه وما زلنا نتحدث عن ريحه الولد ونعرف الان وانا أتكلم في هذا الموضوع يمكن كل اب وكل ام قاعدين يشوفون هذا البرنامج يمكن بعضهم الان شم ريحه ولده او بنته معنا الاستاذ والكاتب المعروف والمفكر الاسلامي والباحث الاستاذ محمد العوضي من دوله الكويت اهلا وسهلا فيك استاذ محمد الله يسلمك حياك الله كيف حالكم الله يبارك فيكم والله يجزيكم خير على هذا البرنامج الله هذا يسلمك احنا طبعا معك في برنامج بيوت الانبياء وعنوان حلقه اليوم ريحه الولد ونحب تكون مداخلتك في موضوع قميص يوسف عليه السلام لما جاء لي يعقوب عليه السلام ارتد بصيره واثر الريحه والتواصل النفسي بين الابن ووالده فنحب نسمع تعليقك حقيقة على هذا الموضوع تفضل مشكورين يا اخي الكريم على هذا البرنامج الهادف والتربوي الذي يعطي القيم من خلال اعظم الاسر اسر الانبياء. نعم. في البدايه حتى امهد حق ريحه الولد نحن نعرف ان اكثر ما يتكلم في قضيه الريحه وما يتداول بين الناس وتستخدم هذه الماده الجميله الجذابه الشفافه هو في قضيه الجوانب الرومانسيه، الجوانب الجماليه. نعم. يعني من العبارات التي لا يمكن ان انساها عباره الاديب مصطفى صادق الرافعي في كتابه اوراق الورد عندما يقول تحت عنوان زجاجه العطر يهدى هديه لمن يحب زجاجه عطر نعم. ثم يكتب عليها يا زجاجه العطر اذهبي اليها وتعطري بمس يديها وكوني رساله قلبي لديها نعم. هذا الكلام الرومانسي العاطفي الوقتي موجود ومتناثر ويلتفت له كل الناس No. لكن اللفته القرانيه التي جاءت تجاوزت في قضيه شفافيه الحواس عند الانسان من رائحه حسيه الى رائحه معنويه الا no. وهي اني لاجد ريح يوسف no. هذه الابوه وهذا الانبعاث الداخلي التي يتكلمون عنها اليوم في علم الباراسيكولوجي وعلم القوى الاخرى المجاوره للنفس البشريه هي في الحقيقه موجوده عند كل انسان شفاف صافي وكلما زادت الصفاء والشفافية والإيمان عند هذا الإنسان نعم. هذه القصة حقيقة لسورة يوسف رجعت لي بالذاكرة وعملت عندي قضية تداعي معاني بحيث أذكرتني بقصة أمية ابن أسكر هذا رجل يعني أدرك الجاهلية وكان عنده ابن اسمه كلاب نعم. ففي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استخدم عمر كلابا كوالي ومسؤول على منطقة الأيلة نعم. ففارق والده ووالده كبير هنا اشتاق الاب بعد ايام طويله م. لما شاخ هو وامه الى هذا الولد نعم فانشد يقول لمن شيخان قد نشد كلابا كتاب الله لو عقل الكتابا اناديه فيعرض في اباء فلا وابي كلاب ما اصابا اذا سجعت حمامه بطن واد إلى بيضاتها أدعو كلابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السرابا. كأنك تبي الأجر من بعد خدمة أبوك في أي عمل تقوم فيه كأن نعم. إنسان يطلب سراب. نعم. ثم أنشدها يعني القصيدة هذه ألقاها على عمر بن الخطاب نعم. فهنا اهتز أمير المؤمنين مم. فرق له نفسا وأرسل إلى كلاب يطلبه بأن يقدم فجاء من السفر فقال له يا كلاب ما الذي كنت تفعله لأبيك حتى يقول فيك هذا فقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أحلب لبنا وأعطيه وكذا وبدأ يتكلم عن مناقبة ماذا يصنع في بر بره بأبي نعم. فقال له عمر بن الخطاب احلب لبنا الآن فحلب وجعله يعني يكون مخفيا وراء ستارة ثم أحضر والده الكبير السن وأعطاه وقال له أمير المؤمنين اشرب يا أمية فلما أمسك بالقدح واقترب القدح من فمه قال إني لأشم رائحة يدي كلاب يا أمير المؤمنين. هنا بكى عمر بن الخطاب وقال اخرج يا كلاب هذا كلاب يا أمية فضمه إلى صدره فقال عمر بن الخطاب جاهد في أبويك يا كلاب وخلاص يعني بلاش المهمة الكبيرة اللي أعطيناك إياها في الولاية هنا الجهاد عند قدم الوالدين، لا. عند بر الوالدين، لا. هذه الشفافية حقيقة هي التي توجد عند الآباء والأبناء الذين بينهم صلة ود وإخلاص ومحبة، لا. تجد الإنسان أحياناً يحس من داخله أن والده يريده، والأب يحس بأن الولد قريب أو بأن الولد صنع وقع له مكروه، هذه هي الشفافية التي نحب أن يتمثل فيها المسلم استفادة من بيوت. الأنبياء نعم إذا يمكن أضيف إضافة أخ جاسم؟ تفضل تفضل أخ محمد آه، الإضافة الأخرى اللي توحي لي بهذه الكلمة لاحظ أن الجماليات مرتبطة بالأخلاقيات العالية نعم فسنن الفطرة والأنبياء في كل علاقاتهم جميلة فنحن عندما نقرأ في القرآن الكريم لعطاء أهل الجنة فنقرأ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم نعم. نقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان شديد الارتباط بالتطيب والطيب نعم. فهو يقول حبب الي من دنياكم الطيب وانس بن مالك يقول كان صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطيب لم يرده نعم. ويعني احاديث يعني منها من عرض عليه ريحان فلا يرده نعم. ليش يا رسول الله قال فانه خفيف المحمل طيب الريح نعم. ارتباط النبوه والتدين بجمال الرائحه يعطي أخ جاسم صورة مخالفة لما هو منتشر في بعض البيئات بأن التدين مرتبط بالبهدلة أو بقضية الرائحة ليست ذكية أو بعدم الاهتمام بالهندام هذه الصورة البائسة الكهنوتية الرهبانية المنقطعة عن الحياة لا تمت إلى الدين ولا إلى التدين بصلة من خلال ما بيناه في هذه المعاني القصيرة حقيقة يعني أستاذ محمد شاكرين لك على هذه المداخلة القيمة والمعاني الراقية اللي طرحتها والله وبالفعل يعني قصة كلاب تأثرنا فيها كثير وخصوصا أن أبوه لما شرب من اللبن نعم. يعني ما كان يعرف أن ولده موجود أبدا ومع ذلك استطاع من خلال الريحة أنه يتواصل نفسيا معه إذا في أي كلمة أخيرة أستاذ محمد تحب تضيفها؟ والله يا أخي الكلمة الأخيرة إذا كانت يعني اقولها نحن الان في عصر المشاغل نعم وعصر الانفصال وعصر ال... فنرجو نرجو من اذكر نفسي واذكر الاخوه بان نلتفت الى الاباء نعم. الى الامهات الذين لا يريدون منا كثيرا بقدر ما نسال عن حالهم ونزورهم ونقف على خدمتهم بعد كل هذا العطاء الطويل والشقاء الطويل ننسى في زحمه عصر المدنيه التي ارتقى فيها الانسان في الورق والجدران والخشب والحديد وتاخر كثيرا في افاق روحيه واولها بر الوالدين شكرا استاذ محمد على هذه المداخلة شكرا يا اخي مع السلامه سلام. آه نتواصل مره اخرى مع ريحه الولد وراينا معكم حقيقه كم هي المعاني القيمه من هذه الايه الكريمه اني لا اجد ريحه يوسف والتواصل الموجود بين الاب وبين آه ابنه آه نتابع مره اخرى مع قصه يوسف عليه السلام ويعقوب ولذلك نلاحظ ان يوسف عليه السلام بعد ما اعطى اخوانه القميص وواجههم انه هو يوسف وهذا اخي يقصد طبعا بنيامين، هنا طبعا اعلن العفو واعلن الصفح، فيقول يوسف عليه السلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ نلاحظ هنا يوسف عليه السلام ما عنف اخوانه ولا كثر عليهم الكلام، مع ان اللي سووه فيه موقف ما هو بسيط خذوه ورموه في الجب والآن ظل غايب على هلا وعلى أخوانه وأمه وأبوه أكثر من أربعين وخمسين سنة ومع ذلك لاحظ يوسف عليه السلام في الأدب الراقي وفي التعامل العالي قاعد يتعامل بروح وبنفسية كلها رقي فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ماذا قال الإخوة أَإِنَّكَ لأنت يوسف والان شافوا ابتسامته وشافوا ضحكته فتذكروا ايام الشباب لما كانوا صغار وتذكروه قال انا يوسف وهذا اخي وهو يشير الى بنيامين قد منّ الله علينا وهذه حقيقه قضيه مهمه جدا ولذلك اللافته اللي رفعها يوسف عليه السلام انه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم ما هو التثريب؟ التثريب من الثرب من الثريب واثريب هو غطاء الشحم اللي يكون حول المعده ولذلك لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم معناته ان حتى لو كان شويه دهن او شويه شحم حول المعده ازلت عنكم بمعنى ترى قلبي صافي عليكم ولهذا هذا من الاعجاز اللغوي في القران لما استخدم يوسف عليه السلام هذا اللفظ لا تثريب عليكم اليوم فلاحظ أن يوسف عليه السلام وقف وقفة فيها عفو فيها صفح ولعل هذه مدرسة أخرى كذلك نستفيدها من بيوت الأنبياء إذا صار خلاف بين الإخوان أو مشكلة بين الإخوان أحيانا الإخوان يختلفون على ورث أحيانا يختلفون على عقار أحيانا يختلفون على دينار على دولار أحيانا يختلفون على موقع على, على, على خلاف بين زوجاتهم خلاف بين أولادهم الخلاف هذا طبيعي لكن لما تكون نفوسهم صافيه نفوسهم راقيه يرافعين شعار لا تثريب عليكم اليوم هنا يكون التواصل تواصل جدا قوي وفي ترابط عائلي ولهذا قال الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا طبعا لاحظ الغربه اللي عاشها يوسف عليه السلام وحيد وطريد وغريب وأبوه وأخوانه كانوا على مسافة بعيدة من وجوده ولكن مع ذلك الله عز وجل جمع الأسرة مرة ثانية ولما الشمل وتحققت الرؤية كنا نذكر طبعا في بداية القصة أنه يوسف عليه السلام رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين ولذلك كان الأب عنده أمل في عودة يوسف عليه السلام لأنه كان يأمل في تحقيق هذه الرؤية اللي أوصى بعدم ذكر هذه الرؤية وتأويلها لباقي إخوانا مثل ما ذكرنا في حلقاتنا الماضية فإذا هذه الحلقة تتميز عندنا في محورين أساسيين المحور الأول ريحة الولد وأهمية هذه الريحة والتواصل النفسي بين الأبناء وآبائهم وكذلك الوالدين وأبنائهم ولهذا يعني من الحكم القديمة أن النساء يعني كنا لما بناتهم يتزوجنا كنا يوصينهن بأن لا يشتم زوجك منك إلا ريح طيب فالريحة الطيبة إذا كانت من وصايا الأقدمين وهي كذلك من وصايا المحدثين فالإنسان إذا كانت ريحته طيبة ومشى بين الناس يذكر بهذه الريحة مما يذكر أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يطلب الطيب من اليمن فإذا مر في زقاق أو في سكة ومروا الناس من بعده بوقت يعني طويل نص ساعة ساعة يقولون أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قد مر من هذا الزقاق فالطيب والريحة إذا لها أثر نفسي أما المحور الثاني في حلقة اليوم وهو الترابط الأسري ولم الشمل طبعا مثل ما احنا تعودنا دائما في نهاية كل حلقة نسكر الملف وبعدها ننتظر المفاجأة في الأخير أه قبل لا نسكر الملف طبعا نذكر بحلقة الغد وهي حلقة رقم 20 وعنوانها الصبر العائلي وهي طبعا في قصة أيوب عليه السلام وكلنا نعرف طبعا أيوب عليه السلام والمعاناة اللي عاناها هو وزوجته في حياتهم العائلية إذا الآن نسكر الملف ونبدأ معكم في مثل ما احنا شايفين الطيب الموجود والمعطر هذا ملطف الجو خلونا نجربه مره ثانيه انتم ساعه شميتوا ريحته الحين بنشم ريحته مره ثانيه عشان نذكر قصته وروايته ها آه شميتوا ولا لا عسى عجبتكم ريحته طيب اذا نوصي الازواج والزوجات وكذلك الابناء والبنات بدائما يكون عندهم ريحه طيبا خلونا نذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وهذا لقصة يعني لطيفة ومسلية بنفس الوقت خلونا نذكرها لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية رواه أحمد والنسائي وسنده حسن من الطرائف في تفسير هذا الحديث ان في كتاب الهلال حقيقه في يعني بحث قيم تحت عنوان نساء مفترسات في صفحه 96 97 اقول لكم هذا البحث اللي سووه مجموعه من العلماء وهو بحث طريف على موضوع الريحه. نشوف مع بعض يذكرون سؤال العلماء يقولون هل تعرفون السر الكامن؟ وراء تجمع الكلاب حول كلبه تريد الوصال؟ ايش رايكم؟ نسمع العلماء ايش يقولون؟ لقد جذب هذا التساؤل منذ سنين طويله احد العلماء فقد كان الظن السائد ان انثى الكلب في فصل التناسل تطلق رائحه انثويه تجذب اليها الذكور من مسافات بعيده. ولا يمكن لكلب أن يفكر في الجنس إلا إذا اشتم هذه الرائحة السحرية وعندئذ تثور غريزة الذكر ويبحث عن الأنثى التي أطلقت هذه الرائحة أخذ أحد العلماء تقصي هذه الحقيقة فاستخلص هذه المادة التي تثير ذكور الكلاب سمعوا معي القصة حقيقة فيها طرافة شوفوا شو اللي صار في هذا العالم وفي ذات يوم ترك مختبره هذا العالم وتوجه إلى منزله سيرا على الأقدام، وكان قد علق بثيابه شيء من هذه الرائحة، يعني وهو قاعد يسوي الأبحاث طاحت هذه الريحة اللي تصدرها أنثى الكلب على الروب ماله ولا ملابسه وطلع من المختبر وراح البيت، اللي صار أن جميع الكلاب في الحي لحقت هذا العالم <applause> فتخيلوا يعني عالم قاعد يركض في الشارع وكل الكلاب وراه يركضون على شكل مظاهرة كلبية صامتة وثائرة فدهش الناس من ذلك ولم يعرفوا السبب طبعا هم ما يدرون الموضوع إن رائحة الكلب لا تفوح إلا إذا اجتاحتها الرغبة إلى الجنس وكأنما هي بهذا تبعث ببطاقة دعوة سرية يحملها الهواء إلى كل الكلاب في المنطقة قصة طريفة حقيقة لها علاقة في الريحة فنذكرها دائما ونحب نعطركم قبل لا نختم حلقة اليوم لأن ريحة الولد يعني لها أثر ممكن الزوج الآن نعطره ها يا زوج مستعد ولا لا وانت يا زوجة نعطرك حق زوجتك حق زوجك يلا جاهزين نبدي هذه حق الزوج وهذه حق الزوجة والآن بعد وين الاولاد؟ وين عبودي وحمودي سعودي؟ هذا حق الياهل خلاص عطرناكم ان شاء الله تشمون عاد ريحه حلوه وريحه الولد مره اخرى دليل للتواصل ومع السلامه.